السلام عليكم خوت وتحياتي لكم. اللحظة الحاسمة تبارك الله عند ديال الرسم السوبير، اللهم بارك تبارك الله، خيرات تبارك الله، الله يحفظكم. تحيات، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. هاد الخيرات راه كلها سوبيرة، 50 راس تبارك الله سوبير، اللهم بارك. سيتي فرح الحمد لله، اللهم بارك. 50 راس سوبير الخوت عند احمد الكليخ باقليم قلعه السراغنه، اللهم بارك تبارك الله. دمي اللهم بارك تبارك الله الخوت، وصلوا على الحبيب. 50 راس سوبير اللهم بارك تبارك الله. 50 الله يبارك. السيراتي فرح السراغنه كاملين والمغرب بدا اكثر. هي السراغنه 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 الحمد لله. هادشي تيشرف السراغنه الحمد لله. خيرات رمسية ديال الكليخه ديال السراغنه كامله الحمد لله. تبارك الله تبارك الله الخوت. طريق اسمح لي انا كنكون في طاليا الدرب الاخر اللي كيكون طريق هادو عندنا الجاليه المقيمه هو داخل في حمري مع راسو. اللهم بارك الخوت. التعليق ديال مول العوينه تعليق مشترك احسن المراكيد في المغرب. مول العوينه تحياتي. البياض البياض 15 عام 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 بارك الله. اذا بغيت تصل في حلا نحاول نعيب الحوليه ديال كل شيء موجود الحمد لله. الخير موجود الحمد لله. كاين الحوليه ديال العيد كل شيء موجود. كاين النعجه كاين الحوليه كل شيء موجود. العيد الثاني لذلك أخاطب الدولة المغربية في التاريخ بعين الرحمة طريق إذا الكليخ استقطب جميع الأنظار إلى التجمع طريق ويعتبر خو طريق بخير. النمير الله يحفظك وهنيئا لكم. الله يحفظك بارك الله فيك. استاهلوا كل خير، صرفتوا البلاد صرفتوا السراغنا الله يحفظكم. ولا النمير خو طريق 06 11 59 25 70. النمير ديال طريق الخوت اللي بغيت يتواصل معاه اللي خاصو شي حولي. مرحبا إخوان داخل الوطن وخارج الوطن، مرحبا بكم. الشعب المغربي هو الاول هنا في الجمعيه ديال سيدي بوفا جماعه سيدي الحطاب. السوبر الخوت هي تلقات 50 راس، اللهم بارك بارك الله اللهم بارك.
مبارك بارك الله شرف سراغنا الخوت الله مبارك صلوا على الحبيب المسير اسمو قال لي اسمو المسير قلت له اسمو القادر قال لي سول مالك احنا باقيين في البلاد يوسف شويه مشى يطلع من الدار شاف هذا هو يسول مالك قال لي اخوي اسمو قلت له اسمو القادر هو انا ما اسموش المسير هو زي في يوم المسير ابقى في حياته المسير وخاف يحيط المسير وشو اللي عاد المسير قال لي اولادك عادوا في المسير والنور اسمو القادر انا اخر حدث هو انا باقي ودي اشرب فيه خيرات تبارك الله خويا الحولية الأصيلية ما حاول لا حفظك هو